حياكم الله مجددا في أهلا. الأستاذ الدكتور عبد العزيز العثمان أستاذ يعني في الجامعة كان هناك واستشاري أيضا في التغذية السريرية، خرج في مقطع فيديو كان يتحدث فيه ويحذر من مادة لها علاقة بالنكهات تضاف لبعض الأكلات، وحقيقة أنه مجموعة المبار اللي تحدث عنها في الفيديو يعني تصل إلى درجة أنه نسميها مثيرة، يعني أمراض كثيرة لها علاقة بالتوحد، لها علاقة بالاضطرابات، لها علاقة بسمنة، يعني أشياء كثيرة جدا ما كنا نتوقع أنه كل هذه الأشياء ممكن يؤديها زيادة استخدام مثل هذه المادة، وبالتالي كثرت التساؤلات حول هذا الموضوع، وطلبنا منه أن يكون ضيفنا اليوم، وحقيقة أنه تجاوب بكرم كبير أنه يكون ضيفنا في الاستديو. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ الدكتور عبد العزيز العثمان. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. أهلا وسهلا، شكرا لك، وأنا سعيد جدا بالمشاركة في روتانا ومعكم. أهلا وسهلا، احنا طلبنا منه يكون ضيفنا عشان نوضح يعني مجمل التفاصيل. قل لي دكتور التفاصيل، يعني اللي يشوف الفيديو يعني احيانا نسمع انه ماده تسبب مرض معين، تمام، بس انه كل هذا الخليط من الامراض، توحد، اضطرابات، دهون، سمنه، يعني شعرنا في الفيديو ان استخدام هذه الماده يقضي على الحياه تماما، يعني فايش التفاصيل؟ التفاصيل بسيطه، طبعا هذه الماده ماده طبيعيه مسموحه مصرحه، ايه، ورسالة لكل المشاهدين، ما فيه مادة ستباع في الأسواق السعودية إلا تكون آمنة. طيب؟ حلو. لكن ينطبق عليها قول ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، مثل الدهون لو كثرنا منها، الكوليسترول لو كثرنا منها، الملح لو كثرنا منها، السكر لو كثرنا منها، أي شيء نكثر منه يصير له تأثير. المادة هذه فيها مشكلتين، المشكلة الأولى أن فيه ناس، هو وش وصف المادة حتى الجمهور يفهمنا يكون أيوة معنى؟ هي مادة اسمها العلمي، وهذا مهم جدا الاسم العلمي، اسمها أحادي جلوتامات الصوديوم، يسمونها الناس ملح النكهة، الملح الصيني، معزز النكهة، إيجينوموتو، وهي تباع في المحلات، يعني زي الملح. طبعا في ناس يفهمون أنها ملح، وهي الحقيقة هي معزز للنكهة، يعني مركب يعتبر من الأحماض الأمينية الطبيعية. طيب. المشكلة في زيادتها، طبعا من يتأثر فيها؟ يتأثر فيها نوعين من الناس، في التأثير مؤكد، وهذول الناس يصير عندهم أعراض حساسية، احمرار في الوجه، ارتفاع ضربات القلب، سرعة في التنفس، كتمة، صعوبة، هذول الناس نقول لهم ما دام صار عندكم الحساسية فتجنبوها تماما، لأن هذا تأثيره مؤكد، وهذول الناس يعني عددهم كبير. نعم. الثاني الناس المحتمل، هذول يعني المشكلة في تناولهم كمية كبيرة ولمدة طويلة. طبعا الآن لا يوجد شيء مؤكد يقول والله مثلا هذه المادة تسبب هذا المرض، هي المادة آمنة، المادة طبيعية، المادة مصنعة، المادة يعني ليست آمنة فقط في المملكة وفي كثير من الدول. مشكلتنا أن نتناولها بكمية كبيرة، وأن احنا أجسامنا الآن ما هي عاده مستعدة لتحمل المرض، يعني وتحمل المواد الكيماوية. للأسف في ناس معرضين بشكل أكبر، الأطفال، الشباب بالذات، تعرف يتناولون وجبات سريعة ومجموعة من الأغذية اللي فيها هذه المادة، يعني مثلا الفشارات اللي يسمونها الفشارات، الشبس، الشعيرية سريعة التحضير، مكعبات الدجاج، كثير من الحلويات موجودة فيها. طبعا رمزها على أساس يعرفون المشاهدين الكرام، رمزها E620. طيب كيف أعرف الحد اللي لازم أستخدمه يوميا منها عشان ما أزيد؟ يا سلام، جميل، بس خلني بس أكد على أساس المعلومة هذه مهمة جدا، لأن هي المكتوبة على العلبة، في 620 وفي 621، طبعا في 22 و23 كلها مركبات متقاربة، بس خلونا نركز على اليوم على 621 اللي هو حادي جلوتامات الصوديوم أو الجلوتامات 620. ما فيه حد معين، طبعا الأبحاث الآن الموجودة، وعلى فكرة أنا ليش تحدثت في الموضوع؟ لأن الأبحاث السابقة ما كانت قوية، الآن صارت أقوى وأوضح، وفيه على حيوانات التجارب شبه مؤكدة لكنها لم تجرب على الإنسان. هم قالوا اللي بيتناول حدود 30 جرام، وفي بعض الأبحاث 40 جرام لمدة 5 أيام، في بعض الأبحاث قالت 7 أيام، بعض الأبحاث قالت 10 أيام، حسب الحالات اللي درست، يعني تبدأ تأثيرات. التأثيرات المحتملة اللي هي بعضها مؤكد على الحيوانات، وأتوقع في المستقبل قد تكون يعني على الإنسان، وأكرر زيادة تناولها وليست المادة نفسها،
أمراض تأثر على أمراض القلب، الجهاز التنفسي، الإخصاب تؤثر مؤكد الآن، من أشياء مؤكدة هنا تؤثر على السمنة، فرط الحركة عند الأطفال تأثيرها على التوحد أيضا موجود، تأثيرها على الهرموني، بعض الغدد الهرمونية مثل الغدد الدرقية وهذه قد تؤثر على النمو وقصر القامة أحيانا، تؤثر على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي فيه زي المرسلات عصبية تؤثر عليها. رسالتي أنا أقول انتبهوا، لأن المشكلة ما صارت في الفشار والشبسات اللي قلت لك عليها، صارت تستخدم في المطاعم أيضا. هذه الرسالة الثانية اللي ودنا أن ننبه أول شيء المجتمع وننبه أصحاب المطاعم. إحنا لو نسأل صاحب مطعم ليش تحط المعزز النكهة، يقول والله إنه يخلي اللحم طعمه طيب والرز طيب وينطبخ بشكل كويس، وش أضرارها ما يعرف، هو ما يعرف أنها فيها أضرار أو كمية زيادة فيها أضرار، ولذلك هم يضيفونها بكميات كبيرة. وعشان كذا إحنا نتمنى من الجهات الرقابية أنها توضح للناس، توضح تقول يا جماعة ترى هذا المفروض تتناولونه بكميات معقولة يعني. إحنا ما يوجد عندنا دراسة هل المطاعم الآن الموجودة، المطاعم الشعبية، مطاعم البخاري اللي هم يضيفونها بكميات كبيرة، ما عندنا دراسة واضحة هم كم يضيفون، إحنا ما سألناهم. ولذلك هي أنا كتبت المسؤولين بعض الجهات الرقابية، قلت يا جماعة الخير إحنا متطوعين، ممكن نبحث، ممكن نسجل، ممكن نعرف كم هم يضيفون، عشان بناء عليه نقول لكم أنتم في مرحلة خطر أو لا. طيب في سؤال يفرض نفسه الآن دكتور إذا سمحت لي، من وين تقول أنه إلى الآن ما في أبحاث ودراسات نهائية تؤكد، ومن وين تنبه على المضار اللي ممكن تصير طالما ما في بحث أكدها؟ الأبحاث أكدت زيادة الكميات لفترة طويلة، وأنا أكرر يعني المادة آمنة بحد ذاتها، ولكن إذا تناولها من فشارات وشبسات ومطاعم، لأنها موجود حتى في صاروا يستخدمونها في مطاعم البرجر، الشاورما، كل اللحوم المصنعة، أيضا يزيدون اللانشون هذا، يعني الشخص بالذات الطفل أو الشاب إذا تناول من هذه ومن هذه ومن هذه في الأخير بتطلع كمية كبيرة، ستبدأ التأثيرات. من واجبي أنا كشخص يعني متطوع أو يعني متفرغ العمل التطوع أن أنبه الناس بدون تخويفهم، أقول يا جماعة الخير يعني على مستوى الزيادة الأبحاث أكدت. نعم. طيب الحل اليوم، الحل من وجهة نظرك أنت كمختص، احنا عارفين أنها مسموح بها وداخلة بنسبة جيدة وكل شيء، الحل عدم استخدام هذه المادة نهائيا ولا ترشيد استخدامها؟ ترشيد الاستخدام، ترشيد الاستخدام، ونحتاج أن نوعي المجتمع مثل برنامجكم المميز هذا، وأيضا نقول حتى الجهات الرقابية يجب تنبهون أهل المطاعم لأنهم هم ما يدرون أن فيها تأثيرات إضافية. إحنا يعني تعرف أخوي فرح الآن طلع لنا أمراض هي موجودة بس زادت، يعني التصلب اللويحية، التوحد، فرط الحركة، كثير من الأشياء، ويجب أن نضع علامة استفهام، يجب أن إحنا كمختصين في الجانب الصحي أو في جانب التغذية على الأقل أن نقول يا جماعة الخير خلونا نحط علامة استفهام على المواد الصناعية، خلونا نقلل منها ونقول ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. فإحنا فيعني بس أنبه على نقطة، ليش الناس يحبون هالمادة؟ ليش الناس يزيدونها؟ طبعا في عندنا الحلو والمر والحامض والمالح صح، بس عندنا شيء خامس الناس يعني ممكن ما يعرفونه اللي هو الطعم اللاذع. هذا الطعم اللاذع اكتشف من زمان، يعني من قبل حدود 100 سنة، اسمه أومامي، يعني يابانيين اكتشفوه. على فكرة مادة أحادي جلوتامات الصوديوم صنعت في اليابان عام 1908، يعني من زمان. هذه أومامي اللي هو الطعم اللاذع هي متوفرة فيه، المشكلة أنه إذا زاد عن حد معين تأثيره حتى على المادة الغذائية يصير سيء. يعني لو جبنا مطعم يضيف هالمادة بشكل كبير وخلينا جزء من أكله لمدة خلنا نقول 7 ساعات بخارج الثلاجة، تشم فيه رائحة غير طبيعية لتفاعل هذه المادة، لأن هذه المادة تدخل داخل الغذاء وتدخل داخل اللحم. فدائما احنا نكرر من زيادتها، حتى راعي المطعم زيادتها تؤثر عليه، يعني تؤثر عليه وتؤثر على سمعته وتؤثر على هذا الطعم. طيب اليوم هذه من ناحية المطاعم والجهات الرقابية، من ناحية الناس المستخدمين اليوم كيف أنا أضبط هذه الكمية؟ جميل. كيف يعني كيف أعرف اللي موجود وأقيس 30 والـ40 جرام وأستخدم بشكل موزون وما يضرني؟ جميل.
أول شيء نقرأ المكتوب على كل المواد المعلبة، الفشارات الشبسات وهذه مهم جدا نقرأ. فإذا فيها المادة 621 يجب أن يقنن. شيء ثاني، المادة تباع في محلات يعني مصرحة، فأنا أحرص أني ما أستخدمها كثير حتى في الطبخات اللي أنا أطبخها. فأقول يعني أنا ما أقدر أمنع الأطفال من الفشارات أو الشبسات أو أحرمهم، لكن إذا قننت يكون جيد. وصراحة هي دعوة عامة للصحة أن نقلل من أكل المطاعم بصفة عامة. إذا كل ما استطعنا إحنا نطبخ أنفسنا يكون أفضل. ولذلك الحمد لله إحنا نشوف مجموعة من الشباب والبنات المتميزين في الطبخ صاروا يقدمون وجبات أفضل من المطاعم بكثير. إحنا يجب نشجعهم وأيضا نوضح لهم ترى هذه المادة وغيرها من المواد يجب أن تنتبهون لها ما تكون زيادة. فأنا في البيت أستطيع أن أرشد، أنتبه، أقلل، أحذر، لأن في المستقبل لا سمح الله طلع يعني الآن في الحيوانات طلع فيها تأثيرات سلبية بما فيها الإخصاب. أنا ما أبغى بكرة أكتشف وقوة والله تراها ثبتت على الإنسان. خلونا نستعد من الآن. نعم، ثبت موضوع الإخصاب على الإنسان أو علاقته بطريقة أو بأخرى؟ لا، على الحيوان ثبت تقليل الإخصاب وتأثير على الجهاز العصبي، تأثير التوحد والتصلب الويحي. إيش اللي ثبت؟ تناول. يعني إيش مستوى التأثير؟ تناولها بكميات زي ما قلت حدود 2 جرام لكل 2 جرام لكل 1 جرام وزن لمدة 5 ايام. احنا نسميها يعني عدد احصائي، يعني يعني خلينا نقول نسبة مقبولة انها تبدا التأثيرات. فلما يصير التأثيرات على 10% او 20% نقول والله ترى هذه علامة استفهام قد تثبت الآن في المستقبل. وإحنا اليوم المجتمع ترى واعي ويهتم جدا في كل الدقائق، فإحنا ما نخوفهم لكن يجب أن نحذر. طيب، مع الفيديو اللي انتشر دكتور كان في حديث من قبل بعض الحسابات الإخبارية على ربط الموضوع بقصر القامة، وكان في علامة استفهام كبيرة كيف يؤدي استخدامها إلى موضوع قصر القامة أو التأثير على النمو؟ طبعا قصر القامة موضوع ذي شجون، في التأثيرات مختلفة حقيقة، فرصة أني أنبه عليه. من أكبرها السهر، لأن الهرمون النمو يفرز بين الساعة 10 للساعة 4. وتعرف فترة كورونا الماضية كثير من الناس صاروا يسهرون، والدراسة عن بعد والعمل عن بعد، فأثر إلى درجة معينة. فأول شيء ننبه بالسهر. الشيء الثاني، هذه المادة فيها جزئين، فيها ملح وفيها مادة اسمها الجلوتامات. الجلوتامات هذا حمض أميني طبيعي، ولكن ثبت أن زيادته تؤثر على الغدد الدرقية وتؤثر على هرمون النمو وتؤثر على فرط الحركة وتؤثر على التوحد. يعني فعلا هذه مادة اسمها حمض أميني طبيعي، لكن زيادته سواء في هذه المادة أو في غيرها يعني يزيد هذه المشكلة. إحنا لما نتكلم عن قصر القامة والتوحد معناته إحنا نتكلم على فئة الأطفال. فئة الأطفال، نعم. يعني ممكن طفل سليم ويستخدم هذه المادة بشكل عالي تسبب له توحد؟ نقول قد تكون من الأشياء التي تزيد مشكلة التوحد، لأن التوحد عبارة عن رسائل عصبية يعني يصير فيها أعراض 10% 20% 30%. من ضمن الأشياء اللي وجدوا الأبحاث أنها تزيد أعراض التوحد يعني هذه المادة، ولكن لا تسبب التوحد وإنما تزيد أعراض التوحد. دكتور، يعني إذا تسمح لي سؤالين نختم فيها، يعني شوي يعني على علاقة بالموضوع بس من بعيد، وأنا استأذنتك في أحدها قبل الهوى. اليوم أنت حاضر على وسائل الإعلام الجديدة بشكل جيد، متفاعل، تقدم أدوار تطوعية كبيرة، والناس بدأت تتساءل إنه كمية التحذيرات اللي نسمعها بشكل يومي من الأطباء تجعلنا تقريبا مقيدين في الحياة، في الأكل، في الشرب، في الحركة، في كل شيء. هل هذه التحذيرات كانت موجودة من أول وإحنا ما نعرف عنها أو ما نسمع فيها، ولا زادت الفترة الأخيرة لأسباب معينة، وكيف نوازن الطرح فيها؟ كيف؟ والله لو تستضيفني روتانا على هالنقطة أبكون شاكر لها، لسبب لأن هذا الموضوع مرة حساس. الآن عندنا ناس في المجال الصحي يعملون في المجال الصحي، لكنهم هم متخصصين، مثلا خلينا نتكلم في تخصصي في التغذية، للأسف هم يفتون من يعتقدون أنهم يعرفون أنها معلومة، ولذلك تصير المعلومة غلط. الناس الثانيين اللي هم المتاجرين بالصحة، أنا أسميهم المتاجرين بالصحة، الناس اللي عندهم يبحثون عن متابعين ويبحثون عن شهرة ويبحثون عن أخبار غريبة، ولذلك هذول ايضا اسباب يعني خطر حقيقي على الصحه. يعني ابشرك المجتمع واعي، وانت تعرف هذا الكلام اعلامي وانا ناجح فيه. احنا يجب ان نروح للجهات المختصه.
وزارة الصحة في رقم 937، الجمعيات الصحية، الناس المتخصصين. يعني أنا لما أتكلم في تخصص غيري احتمال كبير أن أخطئ، ولذلك في بعض العلماء أنا أقول هم علماء في مجال الطب ولكنهم تحدثوا في تخصص غير تخصصهم، فضيقوا على الناس. يعني أنت لو تبحث الآن عن مثلا تقول عبد العزيز العثمان تجدني ضد الحمية، أنا ضد الحمية، أنا أقول نتحدث عن طب نمط الحياة، نستمتع، نقلل الكميات، نوازنها، نعيش بشكل جميل. لكن التشديد على الناس بدون دليل الحقيقة يعني يجب أن يتوقف. الحمية ما لها أدلة علمية؟ لا، ما لها أدلة علمية أبدا. نحن نطبق نهائيا؟ نهائيا ولا نوع من أنواع الحمية؟ تطبق في المستشفيات. أما أن يقول والله أسوي رجيم عشان يخفض وزنك، ما هو صحيح ترى. كيف مو صحيح؟ لأن علميا وطبيا هذا الكلام غير صحيح. غير صحيح. أنا أتكلم عن الحمية أطبقها في نظام في المستشفى، لكن لم يثبت أنك إذا استخدمتها أي حمية أنها تخفض وزنك على المدى الطويل. ممكن تخفض وزنك شهر شهرين ثلاثة شهور. يا دكتور ترى هذا كلام يمكن أقدر أوصفه بالصادم إلى حد كبير. يعني اليوم الواحد إذا سوى حمية معينة وأخذ من أي أخصائي تغذية، يعني عمل تحاليل وكل شيء وأخذ جدول غذائي معين يعمله بشكل يومي يقلل فيه من الأشياء اللي تزيد السمنة وتعزز النحافة أو الرشاقة، هذه كلها ما ثبت علميا وطبيا إنها تساعد. هذه ممتازة، ولكن لو أكتب لك برنامج يعني تاكل تفاحه وتفطر على مدري شلون وحسب لك السعرات انها المفروض تتناول 700 سعر، هذا غير صحيح. يعني اغلب الان الشيء التشديد على الموجود في الناس ترى ما هو صحيح. انا ليش تقاعد تقاعد مبكر؟ ترى ما تقاعدت عبث، انا الان جالس اؤدي رساله، وانا اقولها بكل صراحه لو بحثت ستجد اني انا ضد الحميات. انا اقول نستمتع بالحياه، عندنا شيء اسمه طب نمط الحياه، التوازن، الحديث النبوي يقول ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للنفسه، ممكن نستمتع. اللي شدد علينا للأسف عندهم قصر فهم في هذه النواحي. أنت تقول يعني أنا ليش تقعت مبكر؟ يعني تقعت مبكر عشان تتفرغ للتوعية، ولا نعم. تقعت مبكر لأنك ضقت بمن يدعون الطب وهم غير صادقين؟ لا 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 أبدا، أبشرك أنا في الجامعة أموري طيبة وعميد أموري كويسة، ولم ألقى إلا كل ترحيب. أنا تفرغت لأوصل رسالة، أنا تفرغت لأوصل رسالة، وأنا أحاول بقدر الإمكان، يمكنني مقل يمكنني، لكني سأواصل العمل توصيل الرسالة أن في كثير من المعلومات غير صحيحة. وأنا أبشرك إحنا نعد الآن الجمعية اسمها جمعية طب نمط الحياة، اللي هو قائمة على لابد من تقليل المكملات، تقليل الأدوية، والاعتماد على تنظيم الحياة، وعدم الاعتماد على الرجيمات، يعني تحسين الأكل، تحسين اللياقة، تحسين النوم، تحسين العلاقات الاجتماعية. وجدنا أنها لها دخل. طيب، طيب معذرة دكتور، إذا سألتك بشكل مباشر عن نظام الكيتو، هذا يدخل في ضمن عدم وجود الشيء العلمي وطبي اللي نعم قلته؟ نعم، الكيتو الموجود في المعروف هو ليس كيتو، هذا اسمه الشبيه الكيتو. الكيتو يطبق على مرضى معينين محددين، يعني الناس اللي عندهم أمراض الصرع، الأطفال اللي عندهم أمراض الصرع وبعض مرضى السرطان اللي يعالجهم بالكيماوي، ويتم عمل برنامج دقيق لهم وتدريبهم على نظام الكيتو في المستشفيات. أما نظام الكيتو الموجود الآن المنتشر هو الحقيقة غير صحي، ولا يوجد جمعية واحدة تقول والله إن الكيتو نظام صحي. ممكن يفيدك مؤقتا بعض الحالات، نقول شهرين ثلاثة شهور أربع شهور، لكن كنظام حياة أو تقليل السمنة أو تقليل السكر على المدى الطويل لا يوجد أي جمعية تعتمدها. طيب بناء على هذا الحديث الشجاع اللي تقوله أو الجريء خلني أسميه، إذا جاء واحد وقال لك يا دكتور أنا استخدمت حمية معينة كيتو رجيم معين وبانت النتيجة معي واستفدت وقدرت أني يعني أقلل من وزني وقدرت أني أكسب يعني صحة وجسم رياضي أو صحي جيد، إيش تعلق عليه؟ أنا أقول كلامك صحيح، لكن التأثيرات السلبية اللي من ضمنها أنك لن تستطيع الاستمرار على حمية الكيتو اللي عالية الدهون وقليلة النشويات على طول، وسترجع مرة ثانية. والناس ناقشوني وقابلت حالات وقلت لهم نعم، هل بإمكان واحد ينقص وزنه؟ الجواب صحيح، ينقص وزنه لفترة قليلة، لكن للأسف قد يكون له تأثيرات على القلب والشرايين لزيادة الدهون. وشيء الأمر الآخر، أي شيء غير منتظم بيصير تأثيره قليل. غير الكيتو قال لك أنا عملت رجيم واستفدت، بيستفيد، لكن هل تضمن لي لا يوجد تأثيرات أخرى؟ وش التأثيرات؟ نقص الفيتامينات، نقص المعادن، زيادة الدهون مثلا، الحمية الرجيم الكيميائي اللي هو يعني زيادة البروتين، هذا قد يكون تأثيره كبير جدا على الكلى وعلى يعني بعض الأعضاء. طيب أنت تقول لي لا تسوي رجيم،
ولا تسوي حمية. طيب إيش أسوي علشان أنا أحافظ على وزني وصحتي؟ الطريقة جدا بسيطة، التوازن، عدم الأكل الكثير، أنك ما تجي الوجبة جوعان، تأكل قبل ما تجي لأي وجبة. عندنا شيء نظام معتمد اسمه الطبق الصحي، عبارة عن كأنك تأكل ثلث أكلك خضار وفواكه وثلثها بروتين وثلثها نشويات. استمتع، توازن بس، وسوي لياقة بدنية، وأنا أضمن صحة كويسة ووزن كويس. وما عمرنا شفنا أن الحميات ممكن تؤدي إلى حل للمستوى يعني الطويل. دكتور بصراحة يعني شكرا لهذا الحوار، وأبختم على السريع. أنت تطوعت في الفترة الأخيرة أنك تقدم أشياء طبية مجانا. نعم. كم سنوات التطوع اللي قضيتها حتى الآن قياسا بسنوات الخبرة اللي مارستها في العمل؟ يعني التفرغ للتطوع تقريبا بدي تقريبا 10 سنوات، يعني عندي عيادة تطوعية وأزور الناس في البيوت يعني، وأحاول أن أقدم بعض البرامج. عندي برنامج في إذاعة الرياض وصفحة في جريدة الرياض، وأنشأت بعض الجمعيات الصحية ودير، يعني يمكنني مقل لكني أحاول إن شاء الله خدمة مجتمعي وطني. أنا تعلمت نعمة من الله، الدولة يعني دفعت علي مبالغ، تعلمت في أفضل الجامعات العالمية، تخرجت من كلية الطب جامعة الدمرة، درب في كندا أمريكا. الآن أنا أشعر أن واجبي أن أخدم وطني. أنا الحمد لله أنا بخير، أموري زينة، وأنا جدا سعيد بخدمة الناس. لا يتوقعوا الناس قاعد أن أخدمهم يعني لأني أساعدهم، لا، أنا مبسوط، أنا سعيد أخوي مفرح. شكرا جزيلا دكتور، ونتطلع لأنه نراك في حلقات قادمة. جاهز. شكرا جزيلا، شكرا للدكتور عبد العزيز العثمان، شكرا لكل من يخصص وقته حقيقة للتطوع. يعني مجمل ما جاء من كلام الدكتور عبد العزيز في هذه الحلقة هو مبني على خبرته، على ممارسته، على دراساته. إحنا نتكلم مع أستاذ دكتور واستشاري في التغذية السريرية، وبالتالي هو أدرى بما يقول، ولكن يعني من باب العدل احنا دائما نقولها في نهايات الحلقات اللي يصير فيها كثير من الآراء ووجهات النظر وبالذات الجديدة منها، انه المجال مفتوح للتعليق وللتساؤل وللاتفاق والاختلاف والأخذ والرد. بكل حال وبكل اتفاق انه الضيف هو مسؤول عن آراءه، عن أفكاره، عن مرئياته، عما يقدمه. وأيضا نرحب بكل يعني وجهة نظر يمكن أن تطرح في هذا الشأن أو في هذا الموضوع. شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا، ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نفسكم.